اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. قبل ما ابدا حلقتي لازم طبعا اعيد على المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب، خاليه من الاوجاع والامراض باذن الله. حلقتنا النهارده هتتكلم عن شيء ضروري ومهم في كل بيت. كل بيت لازم يبقى فيه اكسسوارات، الاكسسوارات اصبحت شيء اساسي. بنتكلم عليها النهارده بكل تفاصيلها، كل حاجه فيها، ازاي اشتريها، ازاي اعرف ان هي نمبر 1 او 2 او 3. حلقتنا النهارده هتفيد كل بنوته، كل سيده بتحب تشتري الاكسسوارات. جالنا رسائل كتير على صفحه البرنامج ان في غش اصبح في الاكسسوارات، بجيب حاجات غاليه جدا وللاسف بعد يوم او اسبوع بالكتير قوي الاقي الماتيريال بتاعها اتغير وشكلها ومنظرها. علشان كده اتواصلنا مع اكبر بيج على في الاكسسوارات. معانا النهارده استاذه اميره هتكلمنا بكل تفاصيل الاكسسوارات وازاي اشتريها وازاي مفيش حد يقدر يتحكم عليا فيها. معانا ومعاكم النهارده اميره يوسف صاحبه بيج رويال جولد. اهلا وسهلا يا استاذه اميره. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتي البرنامج. ميرسي يا اميره، نور حضرتك. طبعا احنا شايفين النهارده حاجات جميله وحاجات شكلها كويس جدا. عايزه اعرف في بدايه حلقتي تعرفينا بحضرتك والساده المشاهدين. مدام اميره يوسف صاحبه بيج ومحل رويال جولد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بدات المجال ده من امتى يا استاذه اميره؟ تقريبا من 5 سنين. وخمس سنين قدرت انت تحققي نيوز بتتفاعلوا على البيج ده؟ الحمد لله، فضل من ربنا. ده كده يعني يعتبر ان حضرتك يعني الحاجات بتاعتك كويسه جدا، لان انا لاقيه تفاعل كتير على البيج واعضاء كتيره داخله على البيج بتاعك، وصراحه بشكره في الحاجه. الحمد لله، ده فضل من ربنا وتوفيق طبعا، ان انا دايما بدور على الشغل المميز والدرجة الأولى، وببعد طبعا تماما عن الشغل الشعبي اللي موجود في السوق، وبدور دايما على موديلات تكون كوبي من الذهب عشان أكون بديل للذهب في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني طبعا. أكيد. فبحاول أكون جايبة موديلات الذهب بالظبط عشان أعوض أي ستة ما تقدرش تشتري الذهب في ظل الأسعار دي بالموديلات دي. جات لك الفكرة إزاي؟ أكيد في حاجة كده جات لك اللي أنت تشتغلي في الموضوع ده. انا عموما بحب الذهب وبحب الاكسسوارات زي اي ست، بس كنت بشتري لنفسي الاول، وكانوا اصحابي بيعجبوا بالموديلات وبدات اجيب لهم. بعدين عملت جروب اونلاين وبيدج، وبعدين ربنا وفقني الحمد لله وفتحت محل. تمام. مين اول حد شجعك بقى على الموضوع ده، واول حاجه بعتيها وحازت على نال الاعجاب اول حد شجعني كانوا اصحابي، وكنت دايما بحب الدبل جدا، فكنت كل ما اجيب دبله كانوا اصحابي يعجبوا بيها الصراحه. تمام. طيب حضرتك طبعا اكيد ما درستيش المجال ده، لان في فعلا ناس بتدرس في المجال ده وعلشان يوصلوا للخبره اللي حضرتك فيها. واخداه مجال بقى دراسه ولا هوايه ولا ايه؟ لا، هو والله المجال مش محتاج دراسه على قد ما هو محتاج خبره وتعامل. وطبعا عين كويسه ان تشوفي الشغل الماتيريال بتاعه عامل ازاي، والفصوص نفسها ايه، لان طبعا الماتيريال بتختلف والطلب يختلف والفصوص برده بتبقى مختلفه. اكيد، لان انا لاحظت كتير قوي بنروح نشتري الحاجات بيبقى شكلها روعه جدا والبريق بتاعها بيبقى حلو جدا، بس يعني للاسف حتى يعني بعد اسبوع بكتير قوي بتلاقي اللون اتطفى والفصوص اتطفت، حتى لو ما حطيناش عليها اي حاجه بتلاقي نسبه الغش في المجال ده بقت كبير قوي. هو فعلا موجود غش في المجال ده كتير، لان الحاجات بينزل الموديل نفسه بينزل منه درجه واثنين وثلاثه، وبتختلف طبعا من تاجر لتاجر وهو ضميره طبعا. اكيد. يعني الموديل ممكن ينزل منه درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. طب حضرتك برضو تدينا بره من خبرتك ان ازاي ان احنا ما نتخمش في الموضوع ده، ايه اللي تنصحي بيه او ايه الحاجه اللي احنا اول نمسكها كده نعرف ان ديت كوبي؟ والله الفصوص الزركون دي ما بتتركبش في موديلات درجه ثانيه ودرجه ثالثه، اللي هو فص الذهب اللي هو انت تشوفي الاضاءه بتاعته عاليه والطلا بتاعه والفينش نفسه مختلف. فهو ده اللي بيميز الشغل اللوكس عن بقيه الشغل. طب يعني الاضاءه مثلا من بره تبقى نفس الاضاءه من جوه مثلا؟ ايوه، والفينش والتقفيل بتاع الشغل نفسه بيبقى مختلف، وظهر الشغل نفسه كمان بيبين اذا كان الشغل درجه ثانيه ولا درجه اولى. تمام. ناس كتيره فعلا بتروح وبتشتري وبتنقي وبالاسف بعد كده بيبوظ، فنفسهم يعني يشتروا حاجه كويسه. انت عارفه اصلا الاكسسوارات بقت في كل مناسبه. اكيد طبعا. عايزين بقى نعرف بقى بالنسبه لجبنا سيره المناسبه، كل مناسبه ليها الاكسسوار بتاعها؟ اكيد، كل مناسبه ليها الاكسسوار المناسب ليها، وكل لبس يعني الكاجوال له اكسسوارات معينه، والفورمال له اكسسوارات معينه. طبعا المناسبات زي الافراح والاعياد ميلاد لها اكسسوارات تانية مناسبه خالص للمجال اللي هي فيه.
تمام، بيجيلك بقى ناس بتتصل بيكي من محافظات عشان تشتري من حضرتك حاجات، ولا حضرتك بس مختص على القاهرة؟ لا انا بغطي كل المحافظات الحمد لله، يعني كل المحافظات ليا عملاء فيها الحمد لله. يعني ممكن يعمل طلب مثلا في الاسكندريه، في اي مكان، في جنب صفحه اي حته يعني. اي مكان بوصل، وبره مصر كمان بوصل. طيب كويس جدا. طيب دلوقتي يا استاذه اميره، بس كنا عايزين نعرف منك نصيحه. لما حضرتك تيجي تشتري اي حاجه، ايه اللي تقدري تقولي للبنات، خصوصا البنات عندهم هوس الاكسسوارات؟ بصي والله هو اهم حاجه ان البنت او العميله تروح لمكان يكون ثقه بالنسبه لها، يعني خلاص انا اتعاملت مع فلان، الفلان ده بالنسبه لي ثقه. الاكسسوارات مجالها كتير جدا ومجالها واسع، وزي ما قلت لحضرتك بيبقى فيه منها درجه اولى ودرجه تانية. انا ما افرحش بالسعر القليل، لكن الحاجه لما تكون قيمه وتعيش معايا افضل كتير 100 مره من ان اشتري حاجه ما تكملش معايا اسبوع، زي ما حضرتك قلتي كده اسبوع 10 ايام وبعدين لونها يغير مني. فهو ده دي النصيحه اللي انا بقدمها لهم، اتعاملوا مع حد ثقه يكون. هم هيعرفوا ازاي؟ ما هم للاسف هي مره هم واحده بيخشوا المحل بيختاروا مثلا الطقم الكوليه او الاسوره، وبعد كده بيمشوا وللاسف بيتخموا. لا انا عايزاكي تقولي ازاي مثلا امسك اسوره او امسك مثلا طقم كوليه اعرف ده فعلا درجه اولى او درجه ثانيه. الدرجه الاولى الفوز بتاعها بتبقى زركون، الطلع بتاعها بيبقى لون كله، لون القطعه كلها لون واحد، والفينش بتاعها مختلف عن فينش الدرجه الثانيه. بس دي برضو بتحاول ان هي الموضوع ده بيبقى لازم يبقى فيه خبره. اكيد طبعا. يعني أكيد. مثلا اي حد تاني هيدخل مش هيبقى ليه الخبره ان هو ياخد، لا هياخد الحاجه وهيمشي وخلاص على كده. أكيد شكرا. طبعا لازم يكون في حد خبره. طبعا. حضرتك قلتي انت ابتديتي ان انت عملتي بيج، وبعد كده عملتي طبعا محل متخصص في الاكسسوارات. ايوه. اكيد كل مشروع حضرتك بيبقى فيه مطبات، مشاكل، فايه المشكله اللي حضرتك واجهتيها في المجال ده؟ هو انا اول ما ابتديت الشغل اونلاين كان مشكله ما بيني وما بين الزبون انه دايما قلقان وخايف. طب الشغل كويس، طب انا قلقان يغير، طب انا مش عارفه ايه. كنت ببعت المندوب مع الشغل، طبعا الحمد لله الحمد لله ما جاتليش شكوى قبل كده ان انا بعت شغل لحد، الحمد لله، واشتكى منه الشغل كله. يعني انا بصور حتى الشغل في المحل، مش ببعت صور مستوردين، مش ببعت صور تجار، مش ببعت صور حد، كل تصوير اللي على البيج وعلى الجروب عندي تصويري انا. عشان خاطر العميل اما يروح له حاجه يبقى متاكد ومطمن ان الحاجه دي كويسه، وانها يعني مفيش تغيير اختلاف ما بين الصوره وما بين الموديل اللي هو رايح له. يبقى لازم ما بينك وبين العميل في مصداقيه، دي اهم حاجه. أكيد اهم طبعًا. من الناحيه الماديه خالص. اكيد طبعا ان لازم يكون في مصداقيه. حضرتك كمان من الحاجات اللي احنا الاعداد والكنترول لما دخل وشافها لاني حس من البيج اللي هو دخله ان انت بتهتم من المصداقيه اكتر من الناحيه الماليه، ما بتبصيش من الناحيه الماليه خالص غير ارضاء العميل. فعلا انا عندي اكسب عميل احسن، يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، والحمد لله انا وصلت للمصداقيه دي مع الناس. الحمد لله. الحمد لله. ما جالكيش كده ناس، طبعا انت عارفه اسعار الذهب بقت واو، بقت غاليه جدا. ما جالكيش كده عريس وعروسه وقالوا لك انا عايزك تنقي لي شبكه او تنقي لي حاجه انا علشان ما اتكسفش قدام اهلي وهي ما تتكسفش قدام اهلها؟ قولي لنا بقى المواقف دي. فعلا بيجي لي ناس كتير جدا عايزين مثلا يكملوا شبكه، مثلا يكونوا جايبين حاجات بسيطه وعايزين اسوره بخاتم، عايزين انسيال، جايبه دبله مثلا ومحتاجه محبس عليها. وطبعا بتشدد جدا ان الموديل ما يغيرش وان اللي يشوفه يقول عليه ذهب، عشان كده انا دايما بحب اجيب الموديلات اللي هي تيبيكال للذهب. طبعا هم ما شاء الله عليهم في السين متفوقين في الموضوع ده جدا، بيجيبوا موديلات تيبيكال، يعني بياخدوا الموديل كوبي منه الذهب على طول فعلا، فده بيريحني صراحه مع الزبون. يكملوا الشبكه ويبقوا مبسوطين ومرضيين، لان طبعا في ظل ارتفاع الاسعار بتاعت الذهب ده صعب جدا ان اي عديد دلوقتي اقل شبكه دلوقتي معديه ال 10,000 جنيه وتبقى حاجات بسيطه جدا كمان. فطبعا انا يعني مثلا مش هرضى اجيب شبكه ب 10,000 جنيه، لا احطها في بيتي احسن طبعا. واي حاجه تقضي مثلا الغرض اللي انا هروح فيه. تمام. معظم على فكره كمان يا استاذه اميره الناس دلوقتي بدات زي ما بقول لحضرتك للذهب الصيني، مفيش اي بيت دلوقتي ما بيخلاش من الموضوع ده فعلا، ان حقيقي. هو لازم يبقى الاكسسوارات دي موجوده فيها. حضرتك ازاي؟ طب معانا مداخله تليفونيه. تمام. الو الو الو. سلام. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ولاء؟ الحمد لله، نورتينا في برنامج اسرار الحياه يا فندم. معاكي استاذه اميره. اهلا وسهلا، اتفضلي يا استاذه. ازيك يا امير؟ الله يسلمك، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، منوره يا استاذ حبيبتي، ربنا يخليكي منوره بيكي يا روحي.
عايزينك بقى تكلميني يا استاذه ولاء، ايه رايك في المنتجات بتاعت استاذه اميره بس بمصداقيه؟ لا طبعا تحفة بجد، وأنا عارفة الماتيريال والخامة بتاعته والحاجة فعلا كويسة، وبتقعد مدة كبيرة. يعني أنا مفروض حاجة بنفسي تقعد سنة واتنين وتلاتة معايا، متغيرش اللون لدرجة إن في ناس كتير جدا بيكتبوا هذا. تمام. احنا صراحة لما بناخد اي حاجة من بره بنلاقي لونها اتغير، لكن حضرتك بتقولي ان اللون بيبقى ثابت. لا بجد يعني أنا فعلا الشغل كله مضمون، لأن أنا عارفة إن هي بتختار الشغل كويس جدا، بتختار بيبقى أغلى، الشركات اللي بتتعامل معاها. شكرا يا استاذه ولاء، نورتي برنامج اسرار الحياه. طبعا المداخلات اللي بتشكر في حاجه حضرتك، الحمد لله. اكيد ان الناس ديت طبعا جربت الحاجه وعارفه المصداقيه شكلها ايه. طبعا حضرتك انت الاونر بتاع البيج او الصفحه او المحل، صح أي كده؟ تمام. طيب بتجيبي وقت ازاي اللي انت تنسقي بين الثلاث حاجات دول، او بترد ازاي على العميل لما بيطلب حاجه؟ في حد معاكي في الصفحة ولا حضرتك انت متكفلة بكده؟ معايا صديقة ليا على البيج، بتتابع معايا الشغل. بتتابع مع حضرتك الشغل. ايوه. ما جاتلكيش مرة كده مثلا بعتي الاوردر لحد وبعد كده راح قالك لا انا مش عايز دوت، انا عايز حاجة تانية، او المقاس، بتعرفي المقاس ازاي؟ ما عنديش اي مشكلة ان اي عميل عندي يقول مثلا الشغل فيه حاجة او بس، الحمد لله هي ما حصلتش. ممكن يكون مقاس، وطبعا لما بيكون المقاس مش مظبوط انا طبعا ببقى ملتزم ان انا اغير له المقاس واديله المقاس المناسب ليه. إيه ما بمثلا ما حضرتك ما بتتضايقيش لما بيرجع الاوردر مثلا عشان يتغير؟ لا في بيتجات كتيره لما الاوردر بيرجع لها، لا انا ما برجعش حاجه. احنا يعني واجهنا الحاجات ديت في كل الضيوف اللي جون عندنا في الحلقات اللي فاتت، لا انا يقولوا لا. الموضوع ده مش بيضايقني خالص على فكره، لان انا محل كده كده البضاعه عندي في المحل، فانا مش خسرانه حاجه. الكلام ده للناس الاونلاين ان هم بيجيبوا الحاجات باي اوردر، لكن انا الشغل عندي في المحل فمش بيفرق معايا. عادي يعني، لو اهم حتى حاجه لو رضا العميل طبعا قبل اي حاجه. اكيد. اصل بص حضرتك يا استاذه اميره، اهم حاجه المصداقيه واهم حاجه ارضاء العميل. طبعا هو ارضاء العميل ده هو اللي هيعمل تفاعل عند حضرتك، هو اللي هيعمل ثقه ما بينك وبين العميل. لكن الناس اللي هي بتحب ان هي تبيع وتخلص من حاجه بتاعتها ديت ما بيكسبوش، سواء فعلا ما حقيقي. بيكسبوش من الناحيه الماديه او المعنويه. فعلا حقيقي. طيب لو حضرتك دلوقتي التواصل مع حضرتك ازاي، او رقم تليفونك او كده؟ من خلال هو البيتش او موجود من رقم دلوقتي على تليفون؟ الشاشة بس كنا بنأكد برضو على حضرتك. من خلال رقم تليفوني او من خلال البيتش؟ تمام. معانا تليفون تاني وداخلة. الو الو، السلام عليكم. استاذة نهلة، ايوه ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام والله، كل سنة وانتم طيبين. نورتينا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة في برنامج اسرار الحياة. معاكي يا استاذة اميرة. ازيك يا نهلة؟ ازيك يا مدام اميرة، عاملة ايه؟ بخير الحمد لله يا حبيبتي. والله بشكرك جدا على الشغل الصف العظيم اللي انت بتقدمه لنا بصراحه. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ايه رايك في منتجات استاذه اميره؟ ما انا بقول لحضرتك كلمه الشياكه والله، والخامه والذوق والاحترام وكل حاجه والله. تمام. الحاجه وفرت لنا ان احنا نرجع نلبس اكسسوارز بخامه كويسه وفي نفس الوقت الاسعار كويسه. طبعا يعني انت عارفه الاكسسوارات لا غنى عنها في كل بيت، وطبعا انا شايفه طبعا كده الحاجات ذوقها جميل وبتناسب جميع المناسبات. بالظبط. لا وكمان مع سعر الذهب الحقيقي ان هو غالي، فده بديل عنه شيك، وفي نفس الوقت متناول المستويات كلها. هو احلى حاجه في بيتش استاذه اميره ان الحاجات مش غاليه جدا، وفي نفس الوقت الماتيريال بتاعها كويس جدا. الماتيريال عالي جدا، وبصراحه لو في اي مشكله او اي حاجه هي بتحلها على طول. اكيد. طب يعني ايه معاك استاذه اميره، انا اللي عماله اسالك. استاذه اميره مع حضرتك اهو. متشكره قوي يا نهله بجد، دي شهاده اعتز بيها، متشكره جدا، ويا رب دايما عند حسن ظنك يا حبيبتي. حبيبتي يا رب النجاح والنجاح ودايما. تسلمي يا روحي، متشكره قوي. نرجع تاني لموضوعنا الاكسسوارات. طبعا زي ما قلت في بدايه الحلقه، الاكسسوارات لكل مناسبه الاكسسوارات بتاعها. طيب انا عايز اعرف حضرتك دلوقتي، لو انا مثلا لابسه فورمال سواري راح اي مناسبه، تقول ان تحدد لنا كده الاكسسوار اللي المفروض تلبسه وانا رايحه مثلا مناسبه فرح
او رايحه مثلا لابسه فورمال عادي، زياره عاديه، تقولي لنا بقى تنصحينا بايه؟ والله الشغل الملابس لما تكون فورمال تختلف برضو من شخص لشخص، وما تبقى بالنهار غير بالليل. يعني الصبح دايما بحب الحاجات السوفت خالص الناعمه، وفي بنات كتير بتحب تفضل انها تلبس كذا حاجه، فانا بحب انهم يبقوا حاجات رقيقه ورا بعض وتكون مختلفه الاطوال عشان تتناسب مع الوقت ومع اللبس. طبعا المناسبات دي لها اكسسوارات معينه طبعا زي الحاجات دي كده، مناسبه جدا للمناسبات ومناسبه للعرايس. انا بحط العرايس دايما في التوب لان العروسه دايما بيبقى لها طله معينه، فبحب اهتم بالاكسسوارات. بحب اهتم دايما بالاكسسوارات المناسبه للفرح بتاعها، من توينز، دبله، كوليه، اسوره، بيبقى لها طله، فلازم تكون حاجه مميزه جدا. تمام. طيب لو فورمال مثلا، انا لابسه فورمال، والله في كوليهات، في سلاسل سيمبل، في حلقان طبعا للناس اللي بتلف تربون او بتلف سبانيش، بتختلف طبعا من حاجه لحاجه. تمام. معانا دلوقتي صور بتتعرض على الشاشه، حضرتك ممكن تعلقي عليها هنا. دي سلسله 45 سنتي، ده انسيال. الحاجات الجميله ديت يا استاذه اميره، حضرتك بيجي ليها كتالوجات ولا بتجيلك الشغل جاهز؟ يعني لو جالك مثلا في المحل وقال لك مثلا عندي كتالوجات عشان انقي عليها، او تعملي لي حاجه خاصه او كده. ممكن اعمل حاجه خاصه، بس انا مش بحب اشتري من مستورد من كتالوج. انا بحب اشوف الشغل بعينيا وامسكه واشوفه في ايديا. فكره الكتالوج دي فكره مستبعده بالنسبه لي، لازم اشوف الشغل بعينيا. ما جاتلكيش مشاكل من ناحيه مستورد خدت منه حاجه وقطعتي معاملتك معاه علشان ما بتحبيش؟ اكيد طبعا. بالخبره طبعا عرفت مين المستورد اللي بيعمل درجه اولى ومين اللي بيعمل درجه ثانيه ومين اللي عنده شغل مميز. فبالخبره طبعا اللي اكتسبتها بقيت بعرف مين اللي اتعامل معاه ومين اللي ما اتعاملش معاه. عندك طيب في المحل مثلا درجات؟ يعني مثلا لكل مستوى مادي لازم يبقى فيه درجات ولا لا؟ انا بحب اجيب شغل معين مش بعرف اغيره الصراحه، يعني هو طبعا هو اكيد ستايل والشغل معين اللي بحبه. بصي، في حاجه يعني مثلا ممكن تعمل مثلا سي مبلغ تلاقي في حته تانية مبلغ اعلى، المهم ان انت حضرتك بتجيبي الحاجات اللي هي فعلا ترضي ضميرك. يعني أيوة. ممكن تجيبي شغل درجه تانية وبسعر اقل ويبقى عندك نفس الشكل وتقولي لا طب خلاص ما دي تمشي المناسبه وكده، لكن النظام ده مش عندك انت. بتدي الحاجه اللي هي فعلا مش كوبي. ولو حد سالني على حاجه بقول يعني لو حد سالني مثلا، حد اختار حاجه وقال لي مثلا دي كويسه، اقول له هي كويسه بس مش زي الحاجه الفلانيه، دي هتعيش معاك اكتر وهتبقى كويسه. وفي موديلات في الذهب الصيني بتعمل حساسيه وفي موديلات ما بتعملش حساسيه. يعني في كمان، يعني انا ممكن اجيب اسوره او خاتم ويعمل لي حساسيه؟ ايوه. الموضوع ده موجود؟ ايوه. واعلى شركه في الذهب الصيني شركه اكس بي ما بتعملش حساسيه ومعاها شهاده ضد الحساسيه. طب انا ايش اضمني دلوقتي ان انا اجيب الحاجه ديت اعرف منين؟ شركه اكس بي شركه كبيره وشغلها مختوم. مكتوب على الموديلات الختمه بتاعها بيبقى موجود. أيوة. طب دي معلومه كويسه جدا ان الحاجات دي ممكن تسبب حساسيه. أيوة. انا اسمع ان في حد ما بيحبش يلبس مثلا حلق او خاتم لان هو عنده حساسيه من الموضوع. أيوة. ده فعلا. لكن الموضوع ده اللي يعمل حساسيه دي حاجه جديده. طيب حضرتك بقى، يعني مثلا انت حضرتك من المنصوره. أيوة. جه مثلا حد في من اسكندريه، عندك بقى مندوب يقدر يروح اسكندريه ولا عندك هو المكان بس اللي حضرتك في المنصوره؟ لا انا عنديش، انا بتعامل مع شركه شحن بتغطي انحاء الجمهوريه كلها. وبشحن بره مصر برضو. الاسعار بقى في بالنسبه للشحن بتختلف من مكان لاخر؟ من مكان لمكان فعلا. يعني من اول 20 جنيه تقريبا لغايه 60 جنيه. ايوه. طيب عايزين بس، احنا معانا كده 3 دقايق، كنت عايزه بس برضو حضرتك تاكدي على الساده المشاهدين والبنات النصيحه او الخبره اللي حضرتك طبعا خلال الفتره ديت خدتيها، تنصحيهم بايه علشان ما يضيعوش فلوس وخلاص؟ يعني احنا عايزين نخليهم يثبتوا على حاجه معينه، تقعد معاهم فتره، مش شرط يعني تقعد معاهم كتير يعني سنه ولا سنتين. ايه والله بصي، هو المحافظه حتى مع الذهب، يعني انا لو طبيعي لابسه ذهب على طول الذهب اعمل ايه بقى عشان احافظ؟ اولا نبعد عن البرفيوم خالص وعن الكريمات. طبعا الاكسسوارات خروجه بس، مش قاعده في البيت بقى طول النهار وطول الليل لابساها، نيجي من بره نقلعها ونعينها في علبه مخصوصه للاكسسوارات ونبعدها عن البرفان والكريم خالص، كده هتعيش معاكي فتره اطول. الكريم انا اعرف ان البرفان، لكن الكريم بيعمل حاجه زي كده؟ ايوه الكريم فيه كيماويات بتاكل طبقه الطلا اللي على القطعه. فهو ده اللي بيبوظها وبيغير لونها. ايوه
جات لك عروسة في يوم من الأيام وقالت لك أنا عايزة أجر طقم كلي؟ هو بيجي لي بس انا برفض الفكره الصراحه، يعني ما في اقدرش ناس البس بتأجر حد الحاجات مكان دي. حد. بيجي لي ناس كده بس انا برفض. اكيد طبعا من مصداقية طبعا، يعني ما ينفعش لان حد يلبس مكان مكان حد او حد. كده. فعلا. طيب في طبعا انا يعني عايزة طبعا الحلقة طول وطول علشان طبعا الحاجات الجميلة اللي حضرتك عرضها ميرسي، معانا. ربنا يخليك. حضرتك المكان بتاعك ممكن برضو تقولي للسادة المشاهدين اللي في المنصورة طبعا، واي حد يتواصل معانا دلوقتي طبعا استاذة اميرة ليها ان هي تودي في اي محافظة في اي حتة في اي مكان، بس احنا السادة المشاهدين برضو اللي هم في المنصورة عايزين يعرفوا المكان فين بالظبط. المحل بتاعي في شارع احمد ماهر تاني شارع بعد برج الشيماء، تمام. اسمه رويال جولد. محل رويال جولد. تمام يا فندم، تمام. نورتيني يا استاذه ميرسي اميره، يا حبيبتي، وان انا شاء الله مبسوطه تكون جدا، حلقه موفقه بحضرتك والتفاعل يزيد اكتر واكتر، مع ان ربنا فعلا في يخليك يا تفاعل حبيبتي، كتير على البيج. نتمنى تكون حلقه موفقه باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي، متشكره في قوي. نهايه حلقتنا ساده المشاهدين اشكركم واتمنى ان هي تكون حلقه موفقه، وتابعونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه.